بلكي النصيحة تفيد والحجة فيدة. يا حجة يعني تريد تقعد حديدة، هذا الحقير شلون تتحمل اليوم؟ مو هذا والشيطان ضارب ثريدة. مرحبا مرة ثانية، وهذا الجزء الثاني بعنوان المحتال وأكاذيبه. إضافة للشروط اللي تفرضها الشركة الأم على شركة النسر للوكالات، يجي هذا المحتال ويضيف شروط جديدة، شروط جديدة لمصلحته من ينطي فرع للمستثمر، وبوجود عدة أطراف، الشركة الأم وشركة الوكالات وأطراف أخرى كالمستثمر وغيره، راح ينصرف على الوكالة مبالغ كثيرة والوارد يتحول نسب، وهذه واحدة من الأسباب اللي تهلك المستثمر. أول كذوبة للمحتال هي أن يبلغ المستثمر سعر الوكالة جدا عالي بينما سعرها أقل من المبلغ اللي ذكره. وثاني كذوبة هي أن الشركة الأم تريد نسبة على سبيل المثال 5% من الوارد وليس صافي الأرباح، بينما هذا كذب، هي تريد أقل من هذا، ممكن 3% أو حتى أقل، والمحتال يرفع حسب مزاجه وحسب المستثمر. هسه المحتال كذب على المستثمرين وقال أن سعر الوكالة ونسبة الوارد للشركة الأم بينما جزء منها هو يأخذه. طيب شركة النسر شنو إلها؟ راح تدخل شريك بنسبة 50% من صافي الأرباح، وهذه النسبة كذلك تختلف حسب المستثمر، ممكن أكثر ممكن أقل. يعني بالنتيجة المحتال بينه وبين نفسه يستفاد من القيمة المضافة على سعر الوكالة والقيمة المضافة على نسبة الشركة الأم، وبينه وبين مالك شركة النسر مشاركة بنسبة صافي الأرباح. عندك حلم أن هذا المحتال بلغ الحج قاسم أن حصة الشركة الأم هي 10% من الوارد وليس 5%، والسبب أن بناية هذا الفرع، فرع حج قاسم نقصد، تحتوي على طابقين، لذلك النسبة تكون 10% أي ضعف باقي المستثمرين. خليني أنطيك درس بالحسابات هنا وراويك كيف احتال هذا الحقير على الحجي. الحصة أما تكون قيمة ثابتة للجزء أو نسبة مئوية للكل. القيمة الثابتة للجزء ممكن تتغير حسب العدد أو الحجم أو الوزن وهكذا، أما النسبة المئوية تبقى على ما هي عليه لأنها نسبة. يعني شنو؟ خلينا ناخذ مثال وبالمثال يفهم المقال. يمتلك فلان بناية من طابقين، تكلفة أجار الطابق الواحد 1,000,000، وفي حال قام السمسار بتأجيرها إلى عمولة نسبة مئوية وهي 5% من سعر الأجار، أو تكون قيمة ثابتة وهي 50,000 لكل طابق، وبالحالتين صحيح لأن 5% ضرب 1,000,000 يساوي 50. فإذا السمسار أجر الطابقين نقدر نرفع القيمة الثابتة إلى الضعف وتكون 100 لأن طابقين، ولكن من المستحيل أن نرفع النسبة المئوية إلى الضعف، فتبقى 5% لأن 5% ضرب 2,000,000 يساوي 100، وهذه عمولة طابقين كل طابق 50. فهنا إذا صارت النسبة 10% من أضربها في 1,000,000 رح يساوي 200,000، أي عمولة 4 طوابق، وهن أصلا بس طابقين. هسا عرفتوا ليش المحتال ما يصير يرفع النسبة إلى الضعف؟ وندل على شيء يدل على أن هذا المحتال مو سمسار بالألف وإنما بالياء. للعلم أحدهم وصل معلومة للحجي وبطريقة غير مباشرة أن هذه النسبة عالية فاعترض، وهذا هو الاعتراض للحجي بتاريخ وكالة 56. فالمحتال خفضها من 10% إلى 7% على أساس هو فضل، وهي أصلا النسبة أقل بكثير. هذا التغيير والتلاعب، وكل شهر يختلف عن الثاني وكل مستثمر يختلف عن الآخر، شنو يدل؟ يدل على أن المحتال هو من يتلاعب ويتحكم بالنسب والأسعار وليس الشركة الأم. طيب أستاذ ريان، يعني الحجي يخسر كل شهر بمعدل 10,000,000 بسبب هذه اللي ذكرته؟ أكيد لا، انتظروني على الجزء الثالث نذكر بعد تفاصيل وملاحظات، وراح نكشف شخصية مهمة تساهم في عمليات السرقة مع هذا المحتال. كان معكم ريان ديجافو، تحياتي.